انتر ميلان يكشر عن أنيابه في الأبطال، والتعادل سيد الموقف في قمة الريال والسيتي، وبوسكيتس يعلن نهاية الحقبة الذهبية لبرشلونة ويغادر أسوار النادي. انتهت قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في معركة أقل ما يقال عنها أنها تكتيكية من العيار الثقيل، بصاروخية فينيسيوس وأخرى من دي بروين أثارت جدلا بصحتها، ليتأجل حسم المواجهة حتى الإياب في إنجلترا. وضع انتر ميلان قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على غريمه إي سي ميلان في ديربي الغضب بهدفي جيكو ومختريان في 3 دقائق. أعلن قائد فريق برشلونة سيرجيو بوسكيتس رسميا نهاية مشواره مع النادي الكتالوني الذي أمضى في صفوفه أكثر من 15 عاما. وقال بوسكيتس في شريط فيديو نشره اللاعب والنادي الكتالوني على إنستغرام تكريما له: حان الوقت للإعلان عن أن هذا هو موسمي الأخير في برشلونة. نصف نهائي الدوري الأوروبي، روما يواجه بايرن ليفركوزن ويوفنتوس يواجه إشبيليا.